من استديو صيف البحرين نصبح عليكم بالخير مشاهدينا في حلقة بداية الأسبوع، ساعة بنكون معاكم فيها ضمن فقرات متنوعة جهزها فريق الإعداد. أول شيء صباح الخير حمد. صباح الورد. شخبار الويكند وياك؟ هابي ويكند، وفي نفس الوقت هابي بداية الأسبوع. شلونك؟ شخبارك؟ الحمد لله، الله يسلمك. شلون نهاية الأسبوع وبداية دي الأسبوع؟ والله يعني إحنا الأسبوع اللي طف ما كان عندنا تقديم فريحنا شوية، وكان ويكند حلو خفيف يعني. شنو خفيف سويتي؟ في قولي لنا الخفيف مالك. بعترف لك، انا بديت اسوي رياضه. ها، تاثرتي من البرنامج اللي احنا قاعدين نسويه سبت يمكن خالد البستقي اتوقع اثر فيك. اليوم وشينا لك اليوم راح تكون حلقه متنوعه، راح نسلط الضوء على عمل انتاج ثلاث شباب بحرينيين بعنوان لو، وايضا في الفقره الثانيه راح نعرف شلون ممكن نحمي عيالنا يا اسماء من الشمس مع الدكتور وليد عبد الملك، وايضا راح نتعرف على قصه تطبيق افكاري اللي اسسوه مجموعه من الشباب البحرينيين، ودائما في تنوع في صيف البحرين. حلو. يمكن حمد مع بدايه الاسبوع احس شوي الواحد يفكر شنو بيخطط حق الاسبوع كامل. حلو، انت من هالنوع ولا لا؟ اي، كل اسبوع باسبوع احط اهداف اسبوعيه، يعني مو من نوعيه اللي وايد احب احط لي اهداف طويله المدى، يعني ساعات ترى بالاسبوع زين، لان ساعات تنسى روحك انها تخطط حق شيء بعيد، وتنسى الاخبار، تاثر بالاخبار. تنسى الاهداف. لا عندنا خبر الحين. تنسى الاهداف الصغيره اسمى. بالنسبه حق الاخبار، بدايه خبرنا اليوم او بدايه صباحنا رياضي كالعاده، لان انت تكلمتي عن الرياضه، بنتكلم عن خبر رياضي لفت نظري. شاب بلجيكي قاعد في البيت، يشتغل في البيت حال معظم الناس في هالفترة. شو اللي قاعد يسوي اسمه؟ حاط له تريدميل ويشتغل فوق التريدميل. التريدميل طبعا هاي المشاي اللي في البيت. ايه؟ قطع لي حد الان 1500 كيلو خلال ثلاث شهور اسمه. ما شاء الله. الحلو بعد حمد، انا قريت هالخبر انه هو ترى مو بشاب او انه عمره صغير، 48 سنة. ف حلو هالجهد، وحلو انه هو يستغل الوقت في الانجاز، في نفس الوقت هو قاعد يحافظ على صحته لياقته. جميل. مو قاعد يروح منه الوقت هدر يعني. تاثرت انت من الظاهر، فكان حلو انه يشتغل وفي نفس الوقت يقرا كتب، ودائما هو على المشاي تقريبا كان يعني ما يقل عن 20 كيلو في اليوم. تخيلي يعني انجاز يشتغل وفي نفس الوقت رياضه. أكيد أنتوا لا تنسون الرياضة يا أسماء. إحنا ما بنروح مشاهدينا بعيد عن الرياضة في الوقت اللي توقفت فيه كل الأندية الرياضية في مختلف أنحاء المملكة بسبب فيروس كورونا. حرص المدرب خالد البستقي على ممارسة الرياضة اليومية داخل المنزل. خلونا نشوف التقرير الجاي عشان نتعلم معاه على بعض التمارين. تسببت جائحة كورونا بالعديد من الأضرار في المجتمع، منها إغلاق النوادي الصحية والرياضية، واللي جعلت الرياضيين يتساءلون عن ما يمكنهم فعله للحفاظ على صحتهم ولياقتهم وأجسامهم. طبعاً أول ما طلع القرار وقفوا الأندية، طبعاً أنا سيدي على طول يوم الثاني طلعت في الإنستغرام وقررت أن أنزل تمارين. أنزل تمارين يومية، مو لايف بس تمارين، يعني أحط تمارين بدنابل. أنا عارف في ناس وايد عندهم دنابل في البيت، وتمارين بوزن الجسم فقط. فبدأت نزلت هالتمارين، والتمارين موجودين في الانستغرام عندي، في الانستغرام تي في من داي 1 عندي لي داي 40، 40 يوم عندي تمارين يعني. إغلاق النوادي الرياضية أمر لا بد منه، لا سيما في ظل الظروف الصعبة اللي نمر فيها. فما هي الخطوة اللي اتخذها المدرب خالد البستقي لمواصلة التدريب؟ ليه قبل رمضان بفترة قررت أعطي كلاسات لايف طبعاً مع زميلي عيسى الرميثي المدرب معروف بعد، فقررنا نبتدي نعطي كلاسات لايف يعني. وبس أول كلاسين ثلاث لاحظت يعني كان في ناس يعني يحضرون، أبين الفيوز طبعاً. عنده هو ما شاء الله بعد وايد يجون عندي انا. في هذه الظروف الصعبة واجب علينا الالتزام بتعليمات وزارة الصحة وممارسة الرياضة في أماكن بعيدة عن الاختلاط، فالوقاية خير من ألف علاج. في
في اقبال على الشيء وايد، يعني حتى لين نوقف ساعات يقولون عطنا شيء خفيف او وينك ما بينت اليوم. فايه يعني الحمد لله في اقبال، في اقبال. ولاحظت الناس عامه في البحرين، يمكن بعد غير البحرين، صاروا يتحركون اكثر في هالفتره. يعني الحمد لله، يعني بالقعده كذي في البيت ما يسوون شيء، لا اشوف يتمرنون، مو بس معاي في اللايف، حتى برا وايد ناس تتمشى، وايد ناس على السيكل، which is very good. يعني حياكم الله مشاهدينا من جديد. اسمه حلو استغلال السوشيال ميديا في كل الظروف، منها ظروف يعني مهم ان واحد يكون متواصل، مثل ما شفنا كابتن خالد متواصل مع المتابعين ويفيدهم ويفيد ويستفيد. ما شاء الله بعد الشباب البحرينيين حمد في كل المجالات، الكل قاعد يستغل هاي الوقت وقاعد يقدم دروس وقاعد يقدم نصائح من خلال السوشيال ميديا. حلو مشاهدينا، مثل ما انتم عارفين التميز والابداع صفات ليست بغريبه على شباب مملكه البحرين. يسعدنا في برنامج صيف البحرين ان نسلط الضوء على عمل مثير للدهشه من انتاج 3 شباب بحرينيين خذونا معاهم في بودكاست اسمه لو، لفضاء لا متناهي من الاحتمالات في رحله على متن السؤال. هدف الاول هو الوصول للمعرفه، عشان كذي اليوم معانا في الاستديو محمد عسكر عضو فريق بودكاست لو للحديث اكثر عن هذا العمل. صباحك الله بالخير وحياك الله. صباحكم الله بالنور ومشكورين على الاستضافه. حياك الله. محمد في البدايه بنتعرف على اعضاء الفريق، شلون اجتمعتوا او شنو الفكره اللي جمعتكم مع بعض؟ طبعا انا كلش ما كنت متوقع ان في يوم من الايام بطلع على التلفزيون بتحكي عن صديقتي مع اثنين من ربعي. احنا 3 اشخاص، زينب مرضي، سريان المحادين، واللي معاكم محمد عسكر. احنا ثلاثتنا طلبه اعلام تخصص اذاعه وتلفزيون في جامعه البحرين، كنا نفس الدفعه نفس التخصص، بس ما كانت بيننا هاي الصداقه اللي تجمعنا، يعني كل اللي كان بيننا السلام عليكم السلام، حالنا حال باقي الطلبه في التخصص. نعم. في اخر كورس في مشروع التخرج، هذا المشروع اللي هو جمعنا، والشخص اللي جمعنا دائما احنا نقول الدكتور عوض هاشم رحمه الله عليه. نعم. الدكتور عوض هو اللي جمعنا في مشروع التخرج. هني قمنا نكتشف السوالف المشتركة، الاهتمامات المشتركة في ما بيننا. هذا المشروع هو اللي جمعنا. نعم. هذا المشروع هو اللي خلانا نعرف بعض أكثر، وخلانا نعرف إن في ممكن تطلع من عندنا بشيء حلو. بالضبط يعني. بروجكتات مشتركة، لأن الاهتمامات اللي ما بيننا وكلنا نكمل بعض ممكن ننتج شيء يكون مثل بودكاست لو. نعم. حلو. محمد تفضلت في بداية حديثك وتكلمت عن العلاقة مع زملائك في المشروع، إذا تكلمنا شلون طلعت وتبلورت هاي النوعية من الفكرة، خصوصاً أن فكرة تعتمد على السؤال في الأساس. طبعاً الفكرة إحنا دائماً كنا نقول أن خلنا ننتج شيء، خلنا ننتج شيء، بس كل واحد عنده التزامات، كل واحد عنده أشغال ثانية. نعم. فشوي كنا نتكيسل. الحين في هالفترة مع التباعد الاجتماعي وكل واحد في البيت وشوي يعني اللوية خفت هذه، فهنا قلنا هذه الفرصة أن إحنا نبتدي ونسوي البروجكت اللي احنا دائما كنا نقول اوكي بعدين. فالفكره كانت مرتجله، كنا في جروب الواتساب قلنا ان اوكي ايش رايكم ان الحين نبتدي الموضوع. فقلنا اوكي البروجكت بودكاست لو سويناه بناء على مشروع التخرج اللي انا سويته شخصيا، كان بعنوان ماذا لو مع محمد عسكر. كانت فكرته نفس الشيء، اللهم القالب اختلف، انه يكون كل حلقه سؤال، لكل حلقه سؤال، وتكون في استضافة في الاستوديو، طبعا كان برنامج اذاعي هاي كام بودكاست، وهذه الفكرة يعني بنينا عليها شوي، فلترناها خليناها تكون شوي تشبهنا اكثر احنا الثلاثة، بحيث ان نطلع بمنتج ممكن الناس يسمعونه عن طريق البودكاست. حلوة العفوية اللي في الموضوع، انه هو كان بروجكت حق الجامعة، يمكن شوي في اشياء رسمية او قيود معينة هم محوروها وخلوها بشيء عفوي يمثل شخصياتهم، وفي ربط ايضا اسمه بين الدراسه وبين الشغف. فعلا مهم الربط بين الدراسه والشغف. فعلا حمد، يمكن اللي لاحظته الاسم هو لو، شنو قصته؟ احس اول شيء الواحد بيسمعه لو بيقول شنو ذي، انه ليش اخترتوا هالاسم بالذات؟ وهاي بالضبط احنا على هالاساس اخترنا الاسم.
الكتاب صدقنا المفروض ما نحكم عليه من عنوانه، لكن احنا نحكم على اي برنامج اي فيلم صح من العنوان. صح. لو اذا انا قريتها هي حرفين، لكن اداه السؤال ذي لو وايد تفرض احتمالات، وايد تفرض اجوبه. سؤال لو هذه قوته، يعني شلون ممكن سؤال واحد اذا انا احد سالني سؤال لو انا ممكن اقول اجابه ثانيه، اذا حمد بيقول اجابه ثانيه، اذا اسال اجابه ثانيه. نعم. فاحنا على هالاساس اخترنا العنوان، وطبعا قارنا مع عناوين بودكاستات ثانيه وسمعنا، يعني احنا ما سوينا البودكاست مني والطريق، سمعنا يعني ما بقول سوينا دراسه، لكن سوينا سيرش. نعم. وشفنا ان في بودكاستات ثانيه يمكن شوي نفس الفكره مشابهه. أي. شوي نفس ال انا يوم بحثت على الموضوع فعلا لاحظت، بس ان اسمكم الوحيد اللي ما تكرر اللي هو لو. أي. في بودكاستات ماذا لو، لكن لو واللوجو بروحه يعني الشدات هذه الاحتمالات اللي تفرضها او يفرضها سؤال. لو هذه كانت الفكره. حلو. محمد اذا بنتكلم عن المحتوى في داخل السؤال والمحتوى في داخل البرنامج، يعني التساؤلات ممكن تكون او الاسئله ممكن تكون عديده في حياه الاشخاص او في حياه الزملاء مثل ما انتم قمتوا فيه، فشنو المحتوى الرئيسي للو؟ طبعا كل حلقه لها ثيم مختلف. نعم. يعتمد على سؤال الحلقه. مثلا الحلقه الاولى كان سؤالها ماذا لو استطعت تغيير مجرى الاحداث التاريخيه؟ نعم. سبيشلي الحين في هالفتره. في هالفتره مو بالاحداث التاريخيه القديمه. أي فترة؟ أي تاريخ؟ يعني أوكي. إحنا إذا أنا الحين هي الفكرة في السؤال. أيه. ماذا لو يعني غيرت أي حدث تاريخي سواء الحين ولا قبل؟ بالضبط هاي اللي صار. إحنا أيه. فكرة القالب إن إحنا نسأل الناس وناخذ آرائهم. فأول ما سألناهم جاتنا كذا إجابة إن لو أنا قدرت ما بخلي الكورونا تصير. لأن هاي الفترة اللي إحنا قاعدين نعيشها وهاي الشيء اللي كلنا الحين متأثرين فيه. فعلًا. لكن إحنا في الحلقة تحكينا إن ماذا لو قدرنا وغيرنا مثلًا. وقفنا الحرب العالمية الأولى من الحدوث، شنو أوكي. ممكن يكون شكل العالم اليوم؟ هذه فكرة البرنامج، هذه الأسئلة اللي يتم يعني يمشي عليها ثيم البودكاست، ويعني يمشي عليها ثيم السوشيال ميديا والبوستات اللي فعلا. تنزل اللي كلها تكون متناسقة مع هذه الحلقات. حلو. نبي نتكلم بعد عن طبيعة التعاون فيما بينكم لإنتاج هذا العمل، وش كثر خذ منكم وقت ومجهود؟ أتوقع أنه يعني مجرد انهم يحطون فكره اوريدي بتاخذ منكم وقت. نعم. طويل. فكلمنا عن هذه الاليه. احنا ثلاث ربع ووايد كنا نتلاقى في هالفتره. اوكي ما قمنا نتلاقى بس دائما في فيديو كولز تواصل. اي ففي كل قاعده في كل اتصال في كل شو اسمه دائما كنا نتحكي عن الشغل. نعم. ايش بنسوي، شنو الخطوه الجايه. فتوزيع الشغل بين الربع وايد يكون بمرونه اكثر من توزيع الشغل بين البروجكت يعني اللي بين موظفين او بين ناس بس يربطهم بروجكت معين. وكل ما قوة تتصور محمد العلاقه بين الاشخاص كل ما طلع العمل اقوى، لانه في تقبل، كل واحد فاهم الثاني. بالضبط. فالتوزيع صار على هالاساس. نعم. احنا ثلاث اشخاص بالاضافه لنا في اشخاص ساعدونا، وهم ما يعني ما كانوا معانا اساسا في الفريق بس ساعدونا في الانتاج. عندنا احمد بيضون، عندنا محمد المرباطي، عندنا معصومه ضيف. هذا ليه من الأشخاص اللي ساعدونا آمنوا بالفكرة. حلو. وساعدونا على هالأساس طبعا. نعم. بالإضافة لوايد من ربعنا وايد من معارفنا. وهذا الشيء الحلو أن أنت شلون تبتدي شيء عفوي. نعم. بروجكت صغير ويكبر يكبر يكبر بحيث أنه يوصل للهدف اللي إحنا نبيه. نعم. وأتمنى بعد أنه يكبر يكبر إن شاء الله. دائما في كل فكرة في الحياة في جميع المجالات في نفس الشرارة اللي تخلي أو المحفز الرئيسي اللي يخلي شخص او مجموعه من الاشخاص يشتغلون على عمل. شنو الشراره الاولى اللي خلاتكم تنتجون هاي الفكره؟ الفضول. جميل. والسؤال والشغف بعد بقول. جميل. مهم الشغف يكون في كل شيء. اي يعني احنا ثلاثتنا خريجين اعلام. حلو. يمكن بس زينب هي الوحيده اللي تشتغل في هالمجال. نعم. انا عن نفسي وسريان احنا يمكن نشتغل شوي في مجالات بعيده، فاحنا عندنا هذه القدره. احنا تعلمنا واحنا درسنا شلون احنا ننتج حق الاذاعه، شلون درسنا وتعلمنا شلون ننتج حق التلفزيون. نعم. فمن هنا كانت الشراره ان احنا عندنا شغف في العمل الاعلامي ونبي نشتغل، نبي نطلع بشيء وما نتقيد ب مثلا جهه معينه تقليدية. او مؤسسه معينه. نعم. او بالضبط حتى بالتقليديه يعني. نعم. البودكاست شيء جديد. نعم. على المجتمع البحريني. فعلا. على الوطن العربي بشكل عام.
فهذه هني كانت الشرارة إن إحنا نبي نطلع بشيء جديد، شيء يشبهنا وشيء غير مختلف عن الأشياء الثانية اللي تطلع. حلو. محمد، يمكن أنت ذكرت قبل شوي إن أصدقائكم أو معارفكم ساعدوكم ودعموكم في هذا الموضوع، بس نبي نتكلم بالتفصيل أكثر، شنو الأشياء اللي قدمت كدعم منهم لكم عشان تتبلور هذه الفكرة اللي أنتوا عملتوا عليها؟ أول وأهم شيء الدعم المعنوي. يعني لما نشوف شلون كل ربعنا كل معارفنا يحطون لنا في السوشيال ميديا، يتكلمون عن البودكاست، يطرشون حق أهلهم، يطرشون حق ربعهم، هذه أكبر دعم ممكن أي شخص منا يحصله. حتى إذا أنا اشتغلت في مكان برا وكان عندي بروجكت يتبع هاي المؤسسة أو هاي الجهة، بعد بفخر إذا معارفي أو أصدقائي نشروا عن شغلي. لكن الشيء اللي كان غير متوقع بالنسبة لنا لما نشوف ناس إحنا ما نعرفهم ولا هم يعرفوننا يتكلمون عن البروجكت، يحطونه في السوشيال ميديا، يمدحونه، يكلمونا إحنا شخصياً، يدخلون لنا في الدي إم، يكتبون لنا ترى إحنا سمعنا البودكاست، إحنا ما نعرفكم، أنتم ما تعرفوننا، لكن حسينا إن إحنا قاعدين معاكم في هاي القاعدة، حسينا إن أنتم ربعنا. في واحدة كتبت لنا كومنت ليلي ما ذكرها، إن تقول كنت أسمع البودكاست كامل لمدته 24 دقيقة، تقول طول الوقت كنت قاعدة أسمعه وأنا مبتسمة. حلو. أحس إني أعرفكم من زمان وأنا ما أعرفكم. فعلاً. والشيء الحلو إن ناس من الوطن العربي كانوا يكلمونه، إحنا بودكاست صغير من البحرين. تاوكم باديين. بالضبط، تاونا أول حلقة، شلون ممكن إحنا مشروع صغير، بودكاست صغير، يبتدي من البحرين، يطلع من البحرين، يوصل للوطن العربي. هذه يعني أنا بالنسبة لي الدعم الأول هو الدعم المعنوي اللي نحصله من الناس. نعم، محمد تكلمت قبل شوي عن السوشيال ميديا ودورها الكبير في كل الأعمال. أنتوا شلون استغليتوا السوشيال ميديا حق تروجون حق نفسكم، حق دائما التسويق الحين في زماننا دي صار تسويق، يعني أصحاب المشروع هم يسوقون حق نفسهم، فأنتوا شلون سوقتوا حق نفسكم في السوشيال ميديا؟ السوشيال ميديا أهم تول حق التسويق في هالفترة، خصوصا ان احنا شباب وشيء شبابي يعني وبودكاست، فالسوشيال ميديا هو كان وسيلتنا الاولى، ما بقول وحيده، كان وسيلتنا الاولى ان احنا نوصل لاكبر عدد ممكن من الناس واشمل عدد ممكن من الجمهور المحتمل للبودكاست مالنا، مو بس في البحرين، في الوطن العربي. وهذا الشيء اللي احنا نشوفه اذا ندخل نشوف الاحصائيات مالتنا في السوشيال ميديا، نشوف ان عندنا عدد مو بصغير من الفولورز برا البحرين، ما نعرفهم ولا هم يعرفوننا. فالسوشيال ميديا البوستات شلون تكون على ثيم معين يتبع او يكون بناء على موضوع الحلقه، هذه كلها يعني صارت على بلان اشتغلنا عليها من بدايه شهر مارس الشغل الفعلي، لكن كخطه وكافكار وكاحلام احنا تركنا نشتغل عليها من 2018. حلو. يمكن محمد انا امس وانا اسوي سيرش عن البودكاست مالكم سمعت منه دقائق، وقررت حمد إنه أنا في وقت الفراغ من ضمن الجدول اللي أنا بسويه إنه أنا بسمعه كامل، لأن حبيت يمكن ذكرت ردة فعل أو كومنت ياكم إنه كانت مبتسمة وكانت تحس إنها هي قاعدة معاكم. فعلاً التون مال الصوت، طريقة كلامهم والحوار فيما بينهم كان وايد شيق، فأنا حابة أتعرف على شنو الجديد أو شنو الأفكار اللي جاية عشان أتحمس والمشاهدين بعد يتحمسون أكثر. هو طبعاً أنت اللي ذكرتي وهاي بالضبط اللي وصلنا من الناس، وايد شكراً يعني على هاي الفيدباك الحلو. إحنا كل اللي قاعدين نسوي بالتولز مالتنا الشخصية يعني، وكل شيء بجهودنا الشخصية اللي هي جهود بسيطة أصلاً، كل الإديتين، كل شيء بلابتوباتنا، بالبرامج اللي عندنا، فإحنا أهدافنا وايد أكبر من مجرد بودكاست. حلو. وإحنا أول تيزر نزلناه حق البودكاست كان عنوانه من البحرين إلى الوطن العربي، إحنا هدفنا وايد أكبر من مجرد بودكاست. طبعاً أنا ما بقول بالضبط شنو إحنا مخططين له، بس إحنا خطتنا مو بخطة قصيرة كلها شهر أو شهرين، لا خطتنا وايد أبعد. حلو. مثل ما قلت لك إن إحنا كل حلقة بتكون لها سؤال معين وثيم معين يمشي عليه الأكاونتات في السوشيال ميديا، سواء كان على إنستغرام لو دوت بودكاست أو على تويتر لو بودكاست، وبناء على هالثيم تمشي الحلقة، وبناء طبعا الحلقة على قالب معين، وما أقدر أحرق صراحة الأفكار اللي ماذا لو بتلين إيش بتسوون ماذا لو لا بحرق والناس ما بتحمسون، بس إن شاء الله إحنا محضرين حق
أشياء أكبر من الطلاق. أكيد بنتظر بدعكم يعني محمد عسكر وجميع أعضاء بودكاست لو، يعطيك العافية ومشكورين على هالجهود وهذا الإبداع. الله يعافيكم، مشكورين أنتم على هالاستضافة. بالتوفيق وإن شاء الله تحققون كل أهدافكم في البحرين وخارج البحرين. إن شاء الله. اسمع، ماذا لو ما كنت مذيعة؟ ما تخيل روح أشتغل شغلة غير. بعد مذيعة. مذيعة. فاصل قصير ونرجع نواصل وياكم صيف البحرين. عودة لكم من بعد الفاصل مشاهدينا. في الصيف الكثير من الأهالي يعانون من ناحية ترطيب بشرة الأطفال أو حتى حمايتهم من أشعة الشمس اللي ممكن أن هي تسبب ضرر لهم، واليوم راح نتكلم أكثر حول هالموضوع مع الدكتور وليد عبد الملك أخصائي جلدية. صباح الخير دكتور. حياك الله. حياك الله دكتور. صباحك الله بالخير دكتور. شنو أبرز المشاكل الجلدية اللي ممكن يواجهها الطفل في فترة الصيف خصوصا في البحرين فترة طويلة في نفس الوقت يعني مع درجة حرارة عالية تكون؟ نعم، مثل ما تفضلت قلت أول شيء بالبحرين درجة الحرارة عالية، عادة هيك طبعا بالصيف عطلة فالولاد بيلعبوا كتير فعلا. الحرارة مع اللعب طبعا هذا بزيد التعرق في بعض المناطق بالجسم، بسبب زيادة التعرق بتصير حساسة أكثر، فيها تهيج طبعا مع وجود بشكل عام البكتيريا والفطريات على الجلد، هذا بيؤدي لالتهاب الجلد. هذا أهم شيء. عديك عن هيك طبعا الأولاد بيلعبوا مع بعض بيحتكوا، فممكن الأمراض المعدية كمان تنتقل من ولد لولد، هذا أهم شيء عدا الحروق الشمسية طبعا. حلو دكتور، يمكن في معلومة متداولة عند الأمهات يخافون يسبحون الأطفال يوميا، يخافون عليهم من الجفاف أو أنه يعني أنهم يمرضون، هل هذه المعلومة صحيحة ولا لا؟ شوفي بشكل عام نحن دائما بنفكر أنه كل ما غسلنا جسمنا أكثر كل ما كان أفضل، للأسف لا. المفروض أنه نحن نغسل جسمنا بشكل عام مش أكثر من 3 مرات بالأسبوع. هذا الماكسيموم، هذا المفروض. حتى بالصيف دكتور؟ ليه؟ لأنه الجسم بيفرز مادة معينة، هذه المادة بتحمي الجسم من البكتيريا. نحن لما نتغسل كل يوم ونغسل أولادنا كل يوم بنمسح هذه المادة، بنغسلها، فبصير الجسم أكثر عرضة للبكتيريا وأكثر عرضة للفيروسات والشغلات هذه. نعم. فالمفروض كل شيء يكون بحدود يعني. نعم. إذا في محل ولد خلص لعب، نعرف الولد الحديث 6 سنين بيلعب كذا يعني، نغسله بس مش أكثر من مرة واحدة باليوم. بعرف أنا في أمهات بتغسل أولادها 3-4 مرات بالنهار. إذا يعني إذا في محل مثلا توسخ ولا شيء تغسل هالمحل وخلص، ما تغسل دائما، يعني التغسيل الدائم ما بيصلح، بيخلي الجسم كثير عرضة للبكتيريا. نعم. وبنفس الوقت بسبب الجفاف. نعم دكتور، يعني معلومة صحيحة. ايه. حمد أكيد. دكتور بالنسبة حق واقي الشمس، يعني هناك يعني مجموعة من خلينا نقول حيرة، البعض يعني أكد على أهمية واقي الشمس للأطفال والبعض يقول لك والله يمكن ما يكون محتاج بشكل كبير، هل بالنسبة لنا احنا هنا في البحرين واقي الشمس شيء ضروري؟ أكيد 100%، حتى أهم للكبار. ليه؟ لسبب بسيط. لأن الشخص الكبير يعني البالغ إذا ضل من بين 15 دقيقة ل 20 دقيقة ممكن يصيبه حرق من الشمس، بينما الولد بيكفي 5 دقائق بس، فمشان هيك لازم نحمي الطفل من الشمس. هلأ بشكل عام لحديد 6 أشهر المفروض الطفل بالمرة ما يتعرض للشمس. المفروض. بالمرة حتى نعم. الفترات اللي يعني الصباحية. المشكلة إنه نحن نفكر إنه نتعرض للشمس إذا يعني إنه لازم واحد يكون تحت الشمس مباشرة، لا. نحن مش قاعدين هلأ هون، نحن بشكل عام عم نتعرض للشمس لأنه الألترا فايروليت هو بينعكس من كتير أصلا، مش ضروري نكون تحت الشمس. فمشان هيك الولد لحديد 6 أشهر يستحسن ما نعرضه بالمرة للشمس. هلأ من ست أشهر لثلاث سنين نعرضه تدريجيا، بس مش أكثر من 5 دقائق باليوم. 5 دقائق هذه كافية لإنتاج الفيتامين دي بالجلد، هذا اللي بده يعني، هذا الدوز اليومي. نعم. هذا بكفي. بعدين بعد مثلا عمر 3 سنين نصير نحاول انه كل يوم نزيد له هالفتره شوي يعني دقيقتين 3 كل يوم نخليه اكثر، بس الماكسيموم المفروض يضله بحدود 15 دقيقه للكبار وللصغار على فكره، مش بس يعني هذا 15 دقيقه بتكفي. ونحاول اذا بدنا نعمل برونزاج شيء من هالنوع يكون بين تقريبا ال11 بالنسبه للبحرين، بين ال11 وال4 ابدا ما بيسوى نقعد تحت الشمس. هذا غلط، اكبر غلط.
يعني الشمس هي بشكل عام السبب الرئيسي للشيخوخة. هذا شيخوخة الجلد هو الشمس، فلازم نحاول نحمي حالنا من الشمس. وطبعا هون بيلعب دور اختيار الكريم، طبعا شيء مهم. الكريم بالنسبة للبحرين كمان مرة تانية لازم يكون الاس بي اف تبعه بين 30 و50. الاس بي اف هو شيء هذا السن بروتكشن فاكتور، اكثر ما في داعي واقل ما في داعي. 30 لـ50 من 30 لـ50. من 30 لـ50 تمام. حلو دكتور. يمكن تأكدت على استخدام واقي الشمس للأطفال، بس نبي نتكلم عن شغلة معينة. هل نوع يعني نوع بشرة الطفل ممكن تأثر في عملية اختيار واقي الشمس ولا لا؟ هلا هوني أكثر بيأثر عمر الطفل. نعم. بشكل عام يعني الحمد لله احنا في عنا بالدرماتولوجي في كذا فوتوتايب من 1 لـ6. نعم. الأوروبيين طبعا هن من 1 لـ2 8. حوض البحر المتوسط نحن 3 تقريبا. هلا هون عندكم انتم بالـ4 والطالع. طبعا يعني ربنا عاطيكم حمايه من الشمس. نعم. الحمد لله انه الشمس قوي، ربنا عارف شو بيعمل. بس هذا ما بيعني ما لازم نستخدم واقي الشمس، لا لازم نستخدمه. اوكي، بس نحاول على الاقل. في بعض الامهات بتخاف انه تستخدم واقي الشمس للاولاد على اساس انه ماده كيميائيه وكذا، ما بدها تمسح، بتضطر انه اوقات تمسح الجسم كله. ما في شيء بخوف بالصيدليات، في بعض يعني في شيء خاص للاولاد، بيبقى المواد الكيميائيه فيه مينيموم، بيبقى كل شيء بيبقى طبيعي اكثر. فلازم طبعا تحاول تلاقي الكريم اللي بيناسب بشره الطفل. نعم. دكتور، بالنسبه حق الترطيب الخارجي للاطفال، هل ممكن يكون كافي ويعني يحميهم كفايه من الجفاف؟ هلا طبعا الترطيب لازم يكون موجود، بس هذا ما بيعني انه ما لازم كمان نرطب من الداخل. لازم بفصل الصيف نعطي الولد سوائل اكثر، مي، عصائر، كل هالشيء اللي يحمي. نعم. زائد في شغله مهمه جديد يعني كثير بتاثر، هي نوع اختيار نوع الملابس. نعم. القماش اوكي. لازم يكون ناتشورال، لازم يكون طبيعي. نحاول يكون طبعا حرير، قطن، شيء من هالنوع، لانه اذا كان القماش يعني مواد مصنعه هذا كله بياثر على الجلد، خصوصا اذا كان الولد عنده حساسيه او جزء او جسمه كثير بيتحسس، فهذا ممكن يعمل له مشاكل بالجلد. حلو. دكتور، يمكن قبل شوي ذكرت المده اللي المفروض يتعرض فيها الطفل للشمس، وذكرت انه نبتعد من الساعه 11 للساعه 4. في حال تعرض الطفل حق اشعه الشمس وضرت ببشرته، شنو التصرف الاولي اللي لازم تتخذه الام قبل لا تراجع الطبيب؟ هلا anyway لازم المفروض هي تراجع الطبيب. نعم. ولازم يعني الافضل انه ما تخليه يتعرض، بس بحال هو مثلا طلع ما انتبهت له ولا شيء من دون واقي شمسي، بشكل عام ما في شيء بخوف. لازم تحاول خلص طالما تشوف يعني لاي مدى هو تعرض، عرفت علي كيف؟ اذا كان شيء بسيط طبعا ممكن بالمرطبات البسيطه ممكن تساعد. نعم. هلا اذا كان لا شايفه انه الحرق شوي يعني شايفه الجسم كثير احمر، يستحسن انه تراجع الطبيب. الطبيب بهالحاله بيعطيها بعض الكريمات، يعني يصير بدنا نعالجه كحرق. نعم. ببساطه. نعم. يعني دكتور، تفضلت في بداية حديثك أن الأطفال يحتاجون تقريباً الدوز اليومي 5 دقائق لتعرض لأشعة الشمس. هل هناك وقت معين عشان يكون وقت مناسب لأخذ فيتامين دال، أو الشمس في أي وقت بالنسبة للأطفال؟ أنا قلت لك بشكل عام يستحسن بين الـ11 والـ4 ما يتعرضوا. أوكي. قبل ممكن وبعد ممكن، بس ما تزيد هالفترة للأولاد الصغار عن 5 دقائق، للكبار عن 15 دقيقة. يعني هذا المهم. جميل. حلو. دكتور، في هالفترة فترة الصيف تنتشر يعني حمامات السباحه والبرك حتى في هالفتره منزليه اصبحت. شنو ابرز الاشياء اللي ممكن اولياء الامور يعملونها للطفل عشان يكون الطفل محمي؟ لان عاده السباحه راح تكون تحت اشعه الشمس وفي فتره النهار حتى. هلا اهم شيء لازم تنظيف البركه، هذا بيلعب دور كبير. يعني لازم شيء مثلا بتصور شركه خاصه هي اللي تكون بتنظف. نعم. لانه هن بتصور بحطوا فلترات معينه بتنظف البكتيريا، زائد بحطوا ماده الكلور. ماده الكلور بحد ذاتها ماده كثير مؤذيه للبشره، بتسبب جفاف كبير. واذا الولد عنده بعض الامراض مثل الحساسيه او الاتوبيك درماتايتس او الاكزيما او شيء، بتهيج وهذا 100%. فالمفروض انه يكون حدا بروفيشنال هو اللي بيتبع هالشيء. هلا بخصوص الولد ذاته، فيستحسن قبل ما يطلع لبرا تقريبا بنص ساعه يحط الواقي الشمسي. طالما هو عم بيتسبح المفروض كل ساعه ونص ساعتين يرجع يحط واقي الشمسي مره ثانيه، مع انه مره ثانيه بقول لكم انا بنصح انه يحاولوا ما يخلوا الولد كثير تحت الشمس. الشمس اوكي منيحه كل شيء اوكي، بس مضره بنوعا ما مضره للبشر. دكتور، صعب نمنع الاطفال في هالفتره من فهمين الانشطه الخارجيه والسباحه. معك انا عندي اطفال وبعرف، بس شو بدك تعمل؟ نعمل على نحن اللي بنقدر نعمله. نعم. والباقي على الله. نعم.
حلو، شكرا دكتور وليد عبد الملك اخصائي الجلديه، يعطيك العافيه وشكرا على المعلومات المفيده اللي قدمتها لنا. شكرا دكتور. هسمة اتصور يعني استفدنا من كلام الدكتور مو بس حق الاطفال حتى حق الكبار فعلا. لكن تقول له قبلها وان حتى احنا نحتاج مجموعه من المعلومات في هالفتره عشان نعرف شلون نقي روحنا من الشمس، وانا استفدت كثير لانه انا في هالفتره اللي ذكرها الدكتور وايد اطلع وايد اسوي مشاوير. انت تطلعين من 11 ل 4؟ انا عن نفسي اتجنب انه انا اطلع في فتره اللي الصبح اللي يكون تكون الشمس قويه، بالذات اذا الشمس عموديه. والدكتور ذكر شغله بعد ان الشمس هي المسبب احد المسببات الرئيسيه للشيخوخه. الاسبوع هذا وايد مهم لكم انتوا فعلا. كان معنا الدكتوره رانيا كايد وذكرت لي بعد ان تتحدى ان اي بنت ما تسوي تان تكون فيها تجاعيد اقل من البنت العاديه، فانا اتجنب. تمام، فاصل ونرجع نكمل وياكم صيف البحرين. عودة لكم من جديد مشاهدينا. الأفكار البحرينية دائما رائدة وفريدة من نوعها، عشان كذي مجموعة من شبابنا قرروا إنشاء تطبيق أفكاري للمشاريع المنزلية واللي قدر ينتشر بشكل مميز في فترة قصيرة. للحديث أكثر وبشكل مفصل عن هذا التطبيق يسعدنا استضافة هيا ألبو فلاح صاحبة تطبيق أفكاري. صباح الخير. صباح النور. حياك الله معنا في صيف البحرين. في البداية إذا تكلمينا عن التطبيق، شنو يعني الشرارة الأولى اللي خلتك أو خلتكم أنتم كشباب تنشئون هذا التطبيق، بالذات أنه هو يركز على جانب المشاريع المنزلية؟ طبعاً إحنا في البداية فكرنا في مشروع أفكاري اللي هو أن العالم الحين كله متجه على الشغلات الإلكترونية. نعم. فإحنا فكرنا أنه ليش ما في منصة تجمع المشاريع البحرينية في مكان واحد، اللي هي المشاريع المنزلية في مكان واحد، وان نعم. الناس تقدر توصل لهم بشكل وايد اسهل، خصوصا ان المشاريع المنزليه ما في لها منصه الكترونيه تجمعها وبس. جميل. يمكن حمد اليوم حلقتنا فيها وايد اسامي مميزه. قبل شوي لو والحين افكاري. نعم. نبي نتكلم شوي هي عن قصه الاسم، قصه اسم التطبيق. الاسم طبعا وايد فكرنا فيه. نعم. وخذ لنا يمكن 4 شهور احنا نفكر شلون نحط الاسم. فياتنا الفكره ان احنا بنجمع الافكار المشتركين عندنا، والفكره اللي جاتني انا في البدايه، فحطينا اسم افكاري انه هو اللي بيجمع الافكار المشاريع كلها تحت المنصه اللي هي تطبيق افكاري. بالنسبه حق طريقه استخدام التطبيق، دائما اسمه في التطبيقات بشكل عام يعني مهما كانت مجالاتها، يعني الطريقه او سهوله استخدام اي تطبيق ممكن تخلي اكثر قربان حق الناس وسهل انه ينتشر. فاذا تكلمين بشكل مختصر عن طريقه استخدام التطبيق. احنا التطبيق حاولنا ان احنا نسويه وايد سهل، يعني الكبار والصغار يقدرون يستعملونه. الطريقه جدا سهله، ان انت تدش تشوف اللي تبيه. نعم. حتى طريقه التسجيل فيها انه مو شرط تحط الايميل، مثلا الناس الكبار. أوكي. في العمر ما عندهم مثلا سالفه الايميل، يستقبلون الاشياء على الايميل، فان اشياء وايد احنا مختصرينها على الناس شلون يستعملون التطبيق ويتتبعون الطلب مالهم. فأتصور ممكن يكون سهل حق اي شخص يستخدمه، سواء صغير وكبير، عنده ايميل ما عنده ايميل، اموره يعني. وهو ترى يجمع كل المشاريع، يعني حق الصغار وحق الكبار، من اكل، ثياب، كل شيء تحت هالمنصه الواحده. جميل. طبعا احنا الحين راح نشوف طريقه استخدام التطبيق عبر الشاشه، بس ذكرتي ان التطبيق فيه محتوى مختلف او متنوع. عملية اختياركم لهذه المشاريع اللي تكون في التطبيق شلون تتم؟ احنا في البداية قبل نطرح الابليكيشن، يعني وايد كلمنا المشاريع اللي هي مثلا المشاريع المنزلية، اكل مثلا، الناس اللي تبيع الملابس، وايد 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 كلمناهم، اقترحنا عليهم الفكرة، فهم وايد عجبتهم.
فيعني احنا اللي رحنا عرفنا الناس على الابلكيشن ومن بعدها ما شاء الله بدا يتوسع ولوادم قاموا يكلمونا عشان يشتركوا معنا في الابلكيشن. هي بالنسبه حق المشاريع الموجوده، شنو هي اكثر المشاريع اللي موجوده عندكم موجوده حاليا في التطبيق، في نفس الوقت شلون كانت رده فعل اصحاب المشاريع في البدايه لما قلتوا لهم ترى والله هذا تطبيق مختص فقط يعني في البدايه على المشاريع البحرينيه المنزليه؟ اي طبعا في البدايه هم كانوا مو متقبلين الفكره، لان يعني احنا مشروع منزلي شلون بنكون اونلاين، يعني لانه جديد بعد الفكره، يعني مثلا شلون بيوصلنا الاوردر شلون يعني ما كانوا فاهمين الفكره. فحاولنا ان احنا نقنعهم والحمد لله يعني اقتنعوا. في البدايه كانت شوي صعبه، اي بس الحمد لله انهم اقتنعوا وحبوا الفكره والحين يعني وايد ما شاء الله حابين الفكره، فالحمد لله يعني كان شيء وايد سهل. وشنو اكثر المشاريع الموجوده؟ المشاريع الموجوده ما اقدر اقول لك شيء واحد لان ما شاء الله وايد عندنا اشياء. نعم. يعني في كل مجال بتحصل شيء، في شيء متميز، في يعني شموليه اسمها تصور في افكار. نعم. هي يمكن هذه الشغله تخلي شوي عليكم مسؤوليه في التطوير ومواكبه الجديد، فهل مفكرين تضيفون اشياء حق التطبيق عشان انه يعني تواكبون التطور اللي قاعد يصير بشكل مستمر ولا لا؟ اي احنا يعني عندنا الحين في الفتره الاخيره تقريبا قبل شهرين تواصلنا مع الزباين اللي عندنا، لان احنا طبعا نسيف ارقام الزباين كلهم واللي مشتركين معانا في الابلكيشن، فسالناهم شنو تحبون ان احنا نطور في التطبيق عندنا، جمعنا ارائهم اللي قالوا لنا اياها، والحين احنا ان شاء الله قاعدين نطور. عقب شهرين اتوقع بيصير ابديت حق الابلكيشن، الاشياء اللي الناس طلبتها منا بتصير ان شاء الله. حلو جميل. هي قدامنا مجموعه من يعني النماذج للمشاريع اللي تاخذين لف عليهم ونتكلم عنهم بشكل سريع. طبعا عندنا هاي الكوفي من واحده بنيه بحرينيه تسوي بروحها في البيت، وما شاء الله حتى الكوفي يعني انتاج في البيت، كل شيء في البيت، اي كل شيء في البيت ما شاء الله متميز ووايد طعمه لذيذ وكل شيء حلو. بنشيك عقب اي ضروري تشيكونه. وعندنا هاي السويت بعد جديده معانا في الابلكيشن، فاحنا حبينا ان احنا نظهرها. السويت المخرج يقول خاطره فعقب عقب الهواء ان شاء الله. ان شاء الله معليش. المخرج مساء قال لنا انه يعني هاي خرب الدايت، بس قلت له عندنا فقرات رياضيه لازم يتقهوى، لازم يتقهوى اليوم. وترى عندنا في الابلكيشن بعد حق الدايت، اذا المخرج حاب انه يدش يشوف عندنا وجبات حق الدايت في الابلكيشن. تمام. ذكرتي قبل شوي هي بعد ان الابلكيشن مو مخصص حق فئه عمريه معينه، هل فكرتوا في اشياء معينه تسوونها او تضيفونها للابلكيشن عشان تسهلون على الكبار في السن ان هم حتى سهوله ان هم ينزلون الابلكيشن عندهم في التليفون وسهوله استخدامه ولا لا؟ احنا فكرنا في هالموضوع، بس حاليا ان الكبار في السن اللي مثلا ما يقدرون يستعملون الابلكيشن. نعم. ساعات يتصلون لنا انه والله مثلا انا ما اعرف استعمل الابلكيشن، فيصير تسوون الاوردر بدالي، فاحنا قمنا نسوي لهم هاي الخدمه انه مثلا اللي ما يعرف يستعمل الابلكيشن يتصل لنا واحنا نساعده ونسوي له الاوردر. بالنسبه تكلمتي في البدايه عن رده فعل اصحاب المشاريع، خلينا نتكلم عن يعني تفاعل الناس بشكل عام مع هالتطبيق. هم الناس الحين من قاعدين يدرون ان الابلكيشن مال إيه؟ مال شباب بحرينيين وايد يستونسون. يعني مثلا الحين احنا دشت معانا المشاريع التجاريه، مثلا في مطاعم دشوا معانا. نعم. يتصلون لنا الكاستمرز ان نبي نطلب من عندكم، لان انتم بحرينيين يعني. حلو. اللي مسوين الابلكيشن بحرينيين، فاحنا نبي ان احنا ندعمكم، فما شاء الله الكاستمرز يعني يكلمونا اكثر من مره ان ترى يعني احنا قاعدين ندعمكم واحنا ترى قاعدين نعرف الناس الواقي على الابلكيشن، فوايد حابين هالشيء انك هو حق شباب. ممتاز ممتاز. اسمع ان في يعني تكاتف بحريني مع المشاريع البحرينيه او مع كل شيء في نكهه بحرينيه اكيد. هي يعني قبل لا نختم انا ابي اعرف بعد عن شغله، يمكن انت قاعد تقولين شباب بحرينيين، هاي الفريق او اعضاء الفريق اللي اسس هذه الابلكيشن شلون اجتمعتوا وشلون قررتوا ان انتوا تاسسون هذه الابلكيشن اللي من خلاله تنقلون في نفس الوقت ابداعات شبابيه؟ يعني انتوا قاعدين تنقلون ابداعكم في نفس الوقت قاعدين تساعدون المشاريع المنزليه وتنقلون ابداعهم للمجتمع. طبعا اول شيء هي الفكره بيني وبين زوجي، احنا اللي فكرنا في هالموضوع وطورناه يعني مع العائله. العائله هم اللي قاعدين يساعدونا، مثلا اختي، اخواني، اخوان زوجي، خواته، فكلنا هو مشروع عائلي احنا اللي طورناه مع بعض، وكل واحد عطى فكرته حق الثاني وطلع ابلكيشن افكار. نعم. هي بالنسبه حق الملاحظات، دائما المشاريع الجديده
او حتى المشاريع اللي صار لها يعني فتره في السوق تحتاج انه يكون هناك في مساحه حق مثلا الملاحظات، الانتقادات الايجابيه، يعني الاشياء اللي موجوده. هل في عندكم شيء مخصص حق مثلا وضع الملاحظات؟ يعني واحد مثلا مستخدم في شغله مثلا يعني ما عجبته او في شغله تحتاج انه تعديل، هل في مساحه حق هالجانب؟ والله إيه، احنا عندنا في الابلكيشن حاطين مكان اللي هو اتصل بنا، حاطين ارقام التواصل في الواتساب وعندنا انستغرام وسناب. جميل. يقدرون يدشون على الابلكيشن بس يضغطون على الصوره يحولهم على طول واتساب انستغرام سناب، ففي كل مكان يقدرون يكلمونا واحنا نستقبل ملاحظاتهم 24 ساعه. جميل. هي آل بو فلاح صاحبة تطبيق أفكاري موفقة، وشكراً على اهتمامكم في المشاريع البحرينية. موفقين، وإن شاء الله دائماً نشوفكم من تألق لتألق. إن شاء الله. أسمع، أنا من نوعية الأشخاص اللي يعني صراحة أقولها على الهواء، مو بوايد يعني في موضوع الطلبات مو بوايد أستخدم الأبليكيشن، بس الحين من عقب ما التقيت في هيا وسمعت عن أفكاري الصراحة نخلص الهواء ونزل التطبيق، ومن اليوم بحاول اجرب وبعطيها بعد ملاحظات اذا عندي ملاحظات. احنا عندنا بعد، نسيت اذكر نقطه، ان احنا عندنا التوصيل بقيمه 600 فلس حق جميع مناطق البحرين. جميل. ايه، فهاي اللي الناس مستنسين عليه ان احنا نوصل حق كل مكان للدره ب 600 فلس. ما شاء الله، يمكن هاي بعد يفتح باب ثاني للشباب البحرينيين اللي هم مثلا عاطلين عن العمل، انه ممكن ان هم يساهمون ويشتغلون معهم في هذا الموضوع. واحنا التوصيل عندنا كلهم شباب بحرينيين ما شاء الله. أي. حمد، يمكن انا نفسك شوي، بس مؤخرا قمت شوي ابتدي استخدم الابلكيشنز، لان من كثر ما غربل خواتي ان سوي لي سوي لي، فلا قررت ان انا اعتمد على نفسي. تمام، شكرا لها يا آل بو فلاح. موفقين، وان شاء الله بعد الهواء على طول ننزل الابلكيشن ان شاء الله. شكرا لك. اسمع، نخلص الهواء ننزل الابلكيشن. قلت شيء، بدينا اخبار رياضيه، اخبار زينه، بس عندي لك خبر يمكن مو بزين. ليش؟ تدري شنو؟ خلصنا الحلقه، مع السلامه.